مأساة حقيقية وفاجعة إنسانية، ونتقدم بأحر عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا ولذويهم. وهذه مناسبة للتوقف لمساءلة عملية تنظيم الإحسان العمومي والعمل الإنساني بصفة عامة، لكي يتم في ظروف صحية تحترم القانون وتحرص على الكرامة الإنسانية وتحرص على سلامة الأشخاص والمستفيدين. فما حدث يجب أن يدفعنا إلى تذكير كل الراغبين في هذا النوع من الأنشطة على نبلها، بأن هناك مقتضيات قانونية لا بد من احترامها، وفي مقدمتها الحرص على تأمين كل الظروف الموضوعية المادية واللوجستيكية والأمنية بتنسيق مع السلطات العمومية، لكي تمر هذه العمليات في ظروف تحفظ للجميع كرامتهم وحقهم الأساسي في الحياة الكريمة.